بعث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد. وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن أخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات للرئيس عبد الفتاح السيسي، داعيا الله عز وجل أن يبارك جهوده ويسدد من خطاه لاستكمال مسيرة العمل والتنمية الشاملة في بناء الجمهورية الجديدة، وأن يعيد هذه المناسبة على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الغالية بالأمن والسلام والاستقرار. وفي برقيته عهد رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي على بذل الحكومة المزيد من العمل والعطاء لخدمة الشعب المصري العظيم، والعمل على تقدمه ورفعته وازدهاره.